إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة بسم الله بها بديت بها الذبابي عن النبي صليت وليم وحمادي بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي نقضي على الشرور وننشر السلام نحيا بزهو وسرور في حب ووئام هيا بنا هيا بنا يا رفاق هيا يا أصحاب بعزمنا وبأسنا نذلل الصعاب ساعدي ساعدك نساعد الجميع سسكي قوتك قوة الجميع نقضي بها على الأشرار وننصر الأخيار قم مع يدك بيدي قم نحمي غدا وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي ساسوكي. أبحث عن أمي في كل مكان أبحث عن أمي في كل زمان أتعب يا أمي فأحمل يا أمي بالحنان في الوديان وفي الجبال في السهول وفي القفار في الصحارى وفي البحار في الدجى تحت الأمطار أمي يا أغلى نداء أمي يا أغلى نداء أمي
ملعقة خوف رفع وشهية إذن تمتعوا بفلو إيديال فلو إيديال جودة وضمن مغذي فريد يوجد في الحال واقتصادي في الثمن فلو إيديال اللي دافوش قال يا سلام فلو إيديال ما عنده مثال فلو إيديال ديما في البال يا نجوم السماء أرسلت سلما يا حروف الهجاء يا نجوم السماء سيوف صافية بلار جيوات على شكلها بها الديدة فيفا ومن مرا للهاتك زيت سيوف مذاقها معروف بها ميد تكبى بحالها ميدة زيت سيوف صافية بلار مطيشات الحك عيشة بنينة حمرة وشيشة الجودة يا سادات طوها قصيدات عيشة لدال الأكلات وبالنحل الطوجنات وفي المقارونية زدة وحمورية أما الحرير عيشة هذيك هي عيشة هي مطيش الحك اخبارك الكوكوت اكسبريس كوكوت يا بهبلين امر تعمل كوكوت اكسبريس كوكوت مساء الخير خطري ومواساتي الى الامهات وربات البيوت اللي خلال هذه الفتره ديال رمضان خاصهم كل نهار يعبئوا المخيله ديالهم لارضاء شهوات وشهيات الكبار والصغار كلنا قبل اذان المغرب كنتشهاو
اللي شفناه واللي خطر ببالنا. كنتخيلوا كذلك اننا قادرين ناكلوا اللي تقدم لنا من اطباق كما كان الغناء او التنوع ديالو. وبالطبع الجوع كيهدى مباشرة من بعد زليفة الاولى ديال الحريرة، وكنبداو نلقيو واحد النظرة خاطفة على ما هو موجود فوق المائدة، واليد كتصبح بالطبع قصيرة عليها. فريق مائدة ارتأى واتيحت له الفرصة باش يساعد على تجاوز هذه الحالة ولو مرة واحدة خلال هذا الشهر المبارك، ويقترح عليكم البديل الشهي والمغذي في نفس الوقت، البديل اللذيذ والخفيف في آن واحد للحريرة، وهو عبارة عن شوربة حمام بالبصل الصغير وبالمقدونيس أو المعدنوس. ولكن قبل ما نوصلوا للوصفة كنقترح عليكم الإصغاء إلى الأخ محمد الوادي الأخصائي في علم التغذية بوزارة الصحة، اللي غادي يحدثنا عن مزايا رمضان بالنسبة للإنسان العادي وعن حالات المرض التي يستحسن عدم الصيام فيها. وأذكر هنا بالآية القرآنية بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. سي محمد تفضل. شكرا. فوائد الصيام كثيرة ومتعددة، منها ما كيتعلق بالجانب المعنوي والنفساني، ومنها ما كيتعلق بالجانب الفيزيولوجي والجسماني. من الفوائد المعنوية والنفسانية يمكن أن نذكر تقوية الإرادة، وذلك بالتحكم في النفس والغرائز، ضبط الحواس بمقاومة الشهوات، تقويم السلوك الاجتماعي من حيث أن الصائم يتمكن من تفهم الأوضاع التي يعيشها من هو أفقر منه، والإحساس بالجوع بتذوقه أثناء الصيام، إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى الكثيرة والمتعلقة بتقويم سلوك الإنسان الديني والدنيوي. ياك بروج، ياك بروج، تبارك الله عليك. وها انت نبغيك قديما تبي اننا نكون نقي ومزيان، ودابا كتعرف كيخصك تبرد دمك مع الناس. الناس دابا رمضان وصايمين وكل واحد الدم ديالو سخون وواحد مقلق، وخصك المساعفه. شوف ما تقلق مع احد، ما تقلق مع حتى شي واحد، الدم ديالك يكون بارد والاعصاب ما كاينينش، يعني انت بحال داخل وسط واحد الثلاجه عامره بالبرد. صافي سي، والله جبتي سير. ها انت عندك 40 ريال احنا محاسبين عليها ان شاء الله. الله يعاون. سلام عليك. الله يهنيك. بس اسلمك اسلمك السلمك، راه ما هنا بعشرة هذا السلمك، راه ما هنا بعشرة هذا سلمكي، السلمكي راه ما هنا بعشرة هذا سيدي، راه ما هنا بعشرة. راه عييت ما نصبر لك سيدي، عييت ما نصبر لك، مالك اش خير؟ البطاطا زدتيها بالوحدة بالوحدة حقي، خزو خديتي غير المزيان حقي، الجلبانة خديتيها بالمزود بالمزود عندي الحق، وفي الاخر ما بقات غير ما تجي حتى هي، باغي تبدا تخير فيها. واش شحال منك مولاي انت باغي تاخذ فلوس مامورو؟ انا بفلوس يا سيدي عندي الحق نعزل المطيشة اللي هي صحيحة وحمراء ومليحه، راه غادي نخلص فلوس يا سيدي. تعافق معك يا سيدي، تعافق معك. ولكن يا سيدي شويه ربي وشويه نعبدو، ايوا ملي تبدا تاخذ الخطوه المعتبره واللي مزيان الناس الاخرين اش غادي ياخذوا؟ اسيدي ماشي شغلي، كل واحد اسيدي يعوم سوق بحر، انا ماشي شغلي يا سيدي، انا غادي نخلص اسيدي، غادي نشري فلوسي. عرفتي اشك مليح ياك عندي الاختار اللي بغيتو، لا ما شاريش من عندك كاع ياك اسيدي. اي دابا انت تاخذ الخضره المزيانه. اي ايوا اللي ناقصاش غادي ندير بها. ماشي شغلي اسيدي، لو حل زمن. لا لو حل زمن. لو حل زمن اسيدي، ماشي شغلي. ايوا اسيدي انا ما بايع، ما شاري معاك اسيدي. حصلتي تقول لي يا صايم بشميل وصافي. صايم بجميل؟ اي صايم بجميل. ايوا صايم بالصيام الهضره سيدي. ايوا سيدي كل ما كنتي صايم بجميل، كل خليتي نعزل الخضره اللي بغيت. ايوا سيدي راك ما غاديش تعزل الخضره بيديك. ولا قلتي انا صايم بجميل؟ ايوا سيدي انا صايم بجميل. يا يلا خسرتي. نقولها من الصباح والخضره معطى الله غير هما. الا ما عزلتيها غادي نمشي لجهه اخرى سيدي. والله انا بدا ماشي شغلي انا سيدي. فين سيدي حتى الجهه؟ اش كدير يا سيدي؟ اش كدير؟ راك خافيتي ولا تلعبك في العلوي؟
سيرفي تصيب تصيب انا سايم 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 انا سايم انا سايم سير سير على مش طبا اعوذ بالله مش طراشم اعوذ بالله مش طراشم تلفنا هذا هذا النهار هذا اعوذ بالله يا لطيف يا لطيف يا لطيف على بنادم مزيان تبارك الله قال لي غير صوتني حسن نيت اشو باسي ما ندير حسنه ما يترابس ياك لاباس اسي مكاش وقع لي باش ما لاباس اسي العام كله وانا كنت قدام من عدو هذا الخضار وفي الاخر اسيدي ضهر فيا علاش حيت صايب الشميل يا لطيف يا لطيف وما كاين باس هاكا تعرف الناس دابا شويه الاعصاب ديالها متوتره في هذا رمضان ما يكون باس ما يكون باس اصبر اصبر سي انا صابر كاين شي لحم غنمي كاين شي لحم غنمي زين الخير كله موجود كاين الغنمي كاين العجل كاين كل خير موجود ياك مزيان اه اش بغيت الخاطر هذا غنمي نيت هذا غنمي هذاك غنمي هذا غنمي وهذا المليش هذا هو غنمي هذا ديال العجل ديال العجل هاكاك وهذا شنو توا ديال العجل توا ديال العجل قول لي نعم كفته كفته مالها كاينه موجوده موجودة موجودة قبل ما تصوبها ايه عبر ليا واحد 7 كيلو وشوف شحال جات نشوف شحال جات عاد عبر ليا انا شوف شحال جات 7 كيلو سي تبارك الله وين صوتني يا سي لا 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 5600 ريال فرانك 5600 ريال وصوب كلامك انا ما سمعتك شاف سي والله ما تقلقش باش تسمعني شحال قلتي 5600 وبرد اعصابك 5600 ايه 5600 أيه. هذا الكتاب هذا مالو غنمي يلا غنمي ايوا هذا هذا بيدي ايوا سبحان الله ماشي نعجي لا حاشا انا غنعطيك شي حاجه تضرك تضرني بزاف عليك اسي يا سيدي بزاف عليك واش تضرني انت جاي كتخدم عندك تقول لي عندك حاجه تضرك انا تقلل من وقت بلا اصل حضرتك وعرفت شنو كي ماشي كي عرفت صافي ماشي شغل اسي ماشي شغل اسي بارك الله فيك ماشي شغلي انت شحال قلنا سي 5600 ما فيهاش حمى ما فيهاش حمى ها قلت يا سيدي كتبت شحال جات 5600 600 اي نعم عندك في التلاجة شي خروف يكون ديال 13 حتى لديك 14 كيلو 13 كيلو عندنا واحد الخروف هذاك الخروف الاخراني اللي خدنا ب 13 كيلو جيبو لسي عندك تكون نعجة لا نعجة اسم واش حنا اليوم عندنا كنصافو هاكا نسيت جاوبنا هاكا هاكا يا سيدي الحمد لله هاكا يا سيدي شد معايا تل شوف ها بعدا ما كملاش 14 لا 13 كيلو هاكا 13 كيلو خدينا 13 كيلو حيد اسيدي حيدتها حيدتها بشويه بشويه قلتي 13 وحيد غيديك اسيدي الله يرضي عليك وخروف نيت خروف خروف اسيدي واش انا غنضحك عليك مزيان مزيان تبارك الله مزيان شحال قلتي الكفته؟ كفته سيدي تجمع عليك 5600 زيد عليها شحال الثمن ديال هذا؟ جمع عليه دير له 13 كيلو ديال الغلمي بشحال جاته واخا وصوب مع السلم كيف كان بي ماشي نعجي وانا على الشيطان ايوا انا راه صايمين راه غادي ندي السلعه ما عرفاش غادي لا تقلقش يا سلم انا ما مقلقش 8880 في كل شيء هذا الشيء لا غير الحولي ياك اجمع لي كل شيء عفاك واخا نعمس هاك هاك مزيان تبارك الله مع الثمن صوب مع الثمن ضرب على واحد يقول لك انا صايم بجمي اسمع اسمع شحال 14400 لا شوف احسب له 14000 لا راسي 400 من ماشينا كانت تستاك اسي ما تقلقش سيب لي حسابي وادك 14400 14400 كفته لا وخروف هاك قلبي هذا نشوفه شويه اه هذا انت غير شويه راه اللي كنعرف ليه هات عرفتي اش مليح كفته ما نذكروش عليها ايه الثمن ديالها نحاولي ما نذكروش عليها ايه الله يجازيك غادي تعطيني واحد الرويبعه صغيره من هاد الكتيف منها شنو رويبعه رابعه هادشي كله مصبح الله وانت كدي فينا وتجيب فينا ايوه ومعدي فينا وعزلتي اللحم وكنفتح اللحم بيديك باش تقول لي في الاخر اعطيني رابعه ديال اللحم غادي نخلص فلوسي ما بقاش 7 كيلو راه غادي نخلص فلوسي يا سي رابعه ديال اللحم رابعه ديال اللحم ماشي حشوم عليك علاش نحشوم ما تدخلش فينا علاش تدخل ما تدخلش فيك ما الناس تبقى فيا ياك اياس هادشي شيك مليح شنو انا خارج نعم سي طلاسي هاي وليت انا والله الا دار بصح هاي اجي هادشي اجي هنا اجي هادشي زيان تبارك الله اش بغيتي زيان زيان ثاني وشوف هاد العجب تاكل واحد صايم على خاطر بخير وعلى خير تيجي ويعيشوا بالعصب بالك باغي 7 كيلو الكفته باغي الخروف وفي الاخر رابعه سخفينا على بعض رمضان سيادنا
نفيدونا تسيبونا دابا الحرفي كيدير لك تقاعد ولا سورانس ليك انت والمحل والسلعه ديالك لا سورانس ولا انتري ايه لا سورانس ولا انتري اكيد تنفع غسان يتنفع غسكا امبرنك وبشحال بعد الضمان الحرفي يا كما غالي اوه ابتداء من 25 درهم في الشهر وكله وشكرته الضمان الحرفي التقاعد والتأمين للتجار والحرفيين مضمون من طرف سينيا وسينرا وموزع بجميع وكالة البنك الشعبي مئة ألف مقاتل لا تبالغ قليلا يا جوجي أرى الصحراء نحن القطاع لقد قصدت باب من قصدت أن أقصد بابه وأنا أعلم أني لن أخسر تبا لهؤلاء الصليبيين سأخذ بالسيف هذا في قلبك مولاي تبا لتلك المرة نحن أليأتوا أنفسنا أنا أولاكو لن تفلت مني هذه المرة يا عبد السوء أنا أولاكو سلام الله عليك يا موسى والله لتكونن نهايته على يدي سأحكم رضيت أنت أم لم ترضى هذه الحياة الرقطاء مجنونة حقا كتبغى مولاك يا البنوين مولاك تغطي الرقاب هيا هيا أنا أولاك أرى أنه لا قدرة لنا على حربه أشد نهر النيل بكثرة هؤلاء المصريين ولكنني أضفت مرسوما منذ برهة بإسنادها إلى الأمير علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ لؤلؤ Causeries religieuses présidées par Sa Majesté le Roi Hassan II reprennent ce soir. Près de 500 000 Tchétchènes votent depuis ce matin pour désigner le successeur de Doudaïev et leur représentant au Parlement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Reprise aujourd'hui du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du mois sacré de Ramadan sous la présidence de Sa Majesté le Roi Hassan II Amir al-Mu'minin. La causerie de ce soir sera animée par le professeur Hassan Ben Siddiq, membre du conseil provincial de la province de Tanger, sous le thème « Le devoir d'obéir au messager de Dieu et de suivre la Sunna ». Ce thème sera traité à la lumière du verset coranique dit « Suivez-moi, si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux, Dieu
dit obéissez à Dieu et aux prophètes, mais si vous vous détournez, sachez que Dieu n'aime pas les incrédules. En Russie, l'ultime secret de la victoire des Tchétchènes sur l'armée russe semble une nouvelle fois avoir produit un miracle. Sauf provocation de dernière minute, les premières élections d'après-guerre se déroulent bien dans la petite république caucasienne, compromis par ses dirigeants. Les élections auront à choisir, ou plutôt les électeurs auront à choisir, lors de ces scrutins présidentiels et législatifs, entre les tenants d'un indépendantisme radical, emmené par Chamil Bassaïev, perçu comme un héros national, et les modérés représentés par Aslan Maskhadov, le signataire des accords de paix avec les Russes. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وكل من دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مولاي أمير المؤمنين صاحب الجلالة، حفظكم الله ورعاكم وأدام علاكم وخلد في الصالحات ذكركم، وأمتع بحياتكم الكريمة في سلامة وصحة وعافية، وبارك جميع جهودكم المتواصلة التي تبذلونها في سبيل النهوض بشعبكم الوفي والوصول به إلى المستوى الذي تريدونه له، وفي خدمة قضايا العرب والمسلمين في كل مكان، فجزاكم الله خيرا وأمدكم بعونه وتوفيقه ونصره وتأييده، آمين. مولاي صاحب الجلالة، كانت النية أن أتناول في هذا الدرس جملة من خصائص الأمة المحمدية وما حباها به ربها وهو بعباده خبير بصير، من فضائل ومكرمات وما ميزها به عن سائر الأمم ببركة انتمائها إلى أفضل أنبياء الله ورسله وأحب خلقه إليه وأكرمهم عليه وأعظمهم منزلة ومكانة لديه، سيدنا محمد بن عبد الله
صلوات الله وسلامه عليه، غير أني رأيت أن تتبع ذلك يطول وأنه يحتاج إلى وقت بال وإلى أكثر من درس، لذلك اختصرت على إحدى هذه الفضائل والمكرمات التي أعتبرها أساس بقية كل الفضائل، وعنها تفرعت، وهي أن الله تعالى اختار هذه الأمة بالذات ومنذ الأجل لتكون حاملة رسالته الخالدة إلى العالمين والوارثة لكتابه العظيم، انطلاقا من قوله تعالى من سورة فاطر مكية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى آخر الآية في الدرس. وهذه الآيات لها تعلق وارتباط بثلاث آيات قبلها، ابتداء من قول الله تعالى: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، الآية وما بعدها.
أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة. شاهدنا وتزكي بها عملنا وتبيض بها وجهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين حربا على اعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
هنا جيت هنا جيت ويمكن جيت في الوجبة. أهلا تفضل مرحبا زمان باركة. ايه عندكم فطور عندكم كله مذاق وطبع. اسم الباركة أهي سيد الباركة. باركة مغذي الفواكه طبيعي. من أول مرة عجبني والنهار أنا عندكم حتى تقولوا باركة. كونفيتور البركة هكذا هي أم ليه البوستر. أشهد الحلوة بهتة أنا اللغيطة. لا 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 القوام مبين فيها وهذا جديد تعني رخمي رائي بيان وليعبد البرهات وليان سلم الزمن حلوة بإيديان قدم زينة في البراء شوف الحلوة بإيديان في أشهوة بإيديان الإيديال. أما المدخلة شكرا إيديال. إيوا إيوا الخميرة إيديال كتقل حلوة. الدرس مدى بعشر دقائق. شو هاد حريرة أستاذ؟ الجيدة هاد حريرة. شوفها أستاذ ناخدو الخميشات بجوج ونكبهم في إترو ديال المبان خليها تغلي عشر دقائق. ما بقى لي من عندكم. لا أستاذ حريرة ماجي الحريرة الأصيلية. Renault, on est en confiance. أما الآن سيداتي ونساتي سادتي فمع برنامجكم بزاد الرياح. اصبح الخير لالا. صباح الخير لالا. واش كتستعملي تيد؟ لا الربيعه التركيبه جديده ديال تيد ب 15 اليوم. لا اختي واخا نهار ما نجربش بيه. شوفي لا اختي الصحوق ديالي هو اللي غنصبن بيه ديما. غتجربيها واخا ندير نجربو على وجهك انت غنتي ما نخسرش فيك. ليدام كاع ليدام ياك شتي الزيت وكلشي من الاول تخلى هذاك. هايا ما تكشفهاش ليا. هايا هايا تشوفي النظافه ديالتها كي دايره. ومن صبنت هاد التركيبه الجديده عجبتني الشهاد البيض جاني زوين نقزو الجيران ديالي قالوا لي زوين هاد التيت. هاد الحوايج خرجوا بيضين بزاف. هذا القديم لا اختي واخا تعطيه فابور. هذا اللي عطيتوني الجديد هو اللي غنصبن به هو الزوين.
بالتأكيد نظافة أكيدة تعتمد عليها. بصلة كم من الحليب كله؟ بهذا الحليب الرفيع ديال البادية ديالنا نيسلي كتحضر نيدو بفضل الخبرة ديالها. نيسلي كتحيد الماء من الحليب باش تحضر نيدو غني المذاق اللي كيعطيكم كل مزايا الحليب الكامل الطري. بفضل نيدو ديما كنعطي لعائلتي حليب صحي وكله لذة. حيت عندي ثقة 100% ضمانة نيسلي. نيدو حليب تنمو معه الأجيال. الو الصويره هادي على الحاج عبد السلام. شوف الهضره خليها شوف غتصيفط لي 10 ديال الميادي وربعة ديال المريفعات. الحاج يا سيدي قني من الهضره التليفون راه كيتحسب عليا انا ما كيتحسبش عليك انت. راه 10 ديال الميادي وربعة ديال المريفعات بالسلامه. صوت الوالدين شحال كيهضروا معلو حيت التليفون ما كيخلصوش ملي كنعيط انا عاد كيحل لهم هما الهضره. ما الا عيطوا هما ما يهضروش. ايوا دابا سرسر في خاطرك شويه عليا دابا يمكن لي نهضر. الله وانا يا سيدي انا بعدا محسوب عليكم. الو نعم لاله شكون اللي بغا؟ ها انت اول هذا تا هو محسوب عليا. شوف قطعي التليفون. لاش عيطتي لاش؟ شنو بغيتي يا لاله؟ مطيشه وعلى قبل مطيشه تعيط لي في التليفون ياك؟ غير هذه الشهر باش شريت لكم واحد كورباد مطيش. قطعي يا لاله التليفون. التليفون بالسلامه. الو ويلي ويلي والله الا قطع لي التليفون قبل ما نكمل كلامي. وقلتي لي على السيرفيس ديالي. شوفي هذيك ولات كتجيني شرالي مي كانت عندي 8 سنين. نقول لي على السيرفيس انت راكي حمقه. انا باقي يلا تنتكلم ليه على مطيشه باش يجيبها معاه وقطع لي التليفون. هاي 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 وما كنت كلمت ليها انا على السيرفيس كره قطع الخيط ديال التليفون هاد المره. شوفي يا ماما انا بعدا ما غنمشيش للمدرسه بهاد السيرفيس. واش انت حمقه؟ اش المدرسه الكلام؟ البنات صحاباتي كيبداو يضحكوا عليا في كره الرياضه. ياك بنيتي عاد شريت لك السبرديله. ايه تخرجوا لي صباعي من السبرديله الاولى وحلت فمها. واخا دابا نشري لك سيرفيت غير ما تقوليش لباباك تمام باش شرينا السبرديله. يا هضره يا هضره واش بغيتي تخرجوا عليا؟ اش كاين؟ كيفاش اش كاين؟ هي ما عرفتش شنو كاين. شنو كاين ياك لاباس؟ شاعلي لي الضو بالنهار. ايوا واش بغيتينا نعملوا يا سيدي حبيبي؟ نسكننا في لاكاف نعيشوا في الظلام. يا لاله واش كتعرفي بشحال كيسوى الضو؟ عرفتي بشحال خلصت الشهر اللي فات؟ 2332 ريال يا لاله. هادي جهنم. انا غادي نحيد لكم هاد البلاط من الدار. غادي نحيد لكم البلاط وهاد الماء هذا هاد دخلنا عليك بالله. واش غادي تقابلي انت في هاد الدار؟ هذا غير تجفف وتسياق. ولي ما نقيوش الدار وتضيعوا الماء. باش نقي الدار تضيعي الماء؟ اقتصدي يا هاد المراه اقتصدي عليا شويه. عباد الله ويلي ماذا جرى لك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي؟ طيبتي لينا قلبنا والله ما عرفنا كي غادي نعملوا معاك في هاد العيشه. غادي نموتوا ونخليو غير الاخرين يتمتعوا بهم. حياتك كلها غادي تعيشها فقير ونهار تموت تموت غني. ياك يبا وهاد التلفازه هاد بغيتو تحرقوها؟ بغيتو تخرجوا عليها؟ غادي نخليكم عامين بلا تلفازه. ايوا يشويني فيها تلفازه. ايوا باز هذيك باقي كيسميوها الناس هذيك التلفازه. حنا بوحدنا في الحومه اللي باقا عندنا تلفازه بالكحل والبيض. اش كتعرفي يا الحمقه؟ الالوان راهم كيضروا في العينين. ما كاينش ما احسن من الابيض والاسود. وزيدون شتي هذا واخا تشوفيها كوستيوات؟ قال لك يا لالا كياكل الجهد ديال البوله فيها 180 واط. اذا ما كاين لاش نبقاو نشعلوا. وعلى كل حال ما فيه ما يتشاف نبداو نشعلوا غير الخبر.
واخا سيدي، ومنين بغيو نمشيو نشوفوا شي حاجه عجبانه ولا شي برنامج كيروقنا نمشيو نتفرجوا فيه عند الجيران كيف العاده. هادشي ولفناه معاك باش ما نضيعوا شي سيدي حبيبي في بوله ديال 180 واط. ايوا على شي حساب لك. واخا سيدي على الراس والعين، حنا راه الاشاره غنمشيو معاك في هاد الاقتصاد حتى نشوفوا فين غنوصلوا. هادشي راه بزاف، هادشي راه كثرتي فيه، الرجاء في الله. واش عباد الله بخيرنا وخميرنا وكنعيشوا في الفقر؟ حرام. أويلي استغفر الله، أويلي أويلي، حتى من المطيشة جايبها خامجة. هذه خامجة هذه؟ معلوم خامجة، غير قول لي فين مشيتي قلبتي على هاد الخضرة هذه، فين مشيتي قلبتي عليها؟ حصيل، نعلط الله على البخل والبخلاء. البخلاء؟ إيوا لالا. طبيعي يحل الانسان البزبوز وقت ما احتاج الماء. هاد الماء اللي تينزل مطار او تينزل تلج، واش كتعرفوا المراحل اللي كيدوز منها حتى تتم الاستفاده منه؟ كتبنى السدود حتى يتجمع ويتخزن، او كتحفر ابار للوصول للمياه الجوفيه، وباش يولي صالح للشرب خصو يتنقى ويتصفى ويتطهر في محطات ديال المعالجه تيسيروها اختصاصيين في هاد الميدان. وقبل ما يتوزع الماء للاستهلاك كتم مراقبة الجودة ديالو في مختبرات مختصة. اذا ملي تحلو شي بزبوز ديال الماء فكروا في هاد الشي. الماء الصالح للشرب اساسي للصحة، استعملوه بلا ما تضيعوا. الو الو، مساء الخير. بخير اسيدي. لاباس عليك اسيدي؟ لاباس. كلشي لاباس؟ كلشي بخير اسيدي. مبروك عليك رمضان. بحالكم؟ مبروك عليك رمضان. الله يبارك فيك اخويا. بالخير والبركه. الله يبارك فيك اخويا. اسيدي غنعمل لك واحد المفاجاه رمضانيه. قول لي اخويا اش بغيتي؟ الله سمع مزيان وقول لنا شنو هنا. يلا سمع مزيان. نعم سيدي. عندكم عرس؟ لا لا ماشي العرس هذا. ماشي عرس؟ لا لا ماشي العرس. هادشي اللي شحال؟ ايوا سمعتي موسيقى؟ سمعت موسيقى ولكن ما عرفتش بلادي نشوف بلادي نفكر. كاينه موسيقى وكاين تسمع. نعم؟ انا كاين كاين ذاك ستيديو. ستيديو رمضان! اهلا وسهلا بك. نعم؟ اشكون السعدية بعدا؟ اشكون السعدية؟ انت ما تعرفين عنك تهضر دابا. اشكون اللي معايا؟ عباس. عباس. عباس الشناوي اللي خو حميد اللي مجوج بحمامة. بحمامة بنت الحاج. ايه واش ياك ما بنت ياك ما بنت بنت ديك السيدة بنت بنت سونيا بنت 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 سيكليس. مرحبا بك. مرحبا. كي داير العائلة؟ كنمشي كرابو كنمشي كرابو. كاين اشنو خصك؟ خصك الفلوس ولا بغيتي الطوموبيل ولا بغيتي تايلاند ولا بغيتي كأس العالم ولا بغيتي الحج؟ بغيتي بربعة. اشنو بغيتي؟ بربعة قال لي. تايلاند والطوموبيل ولا وخدمة. وي 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 وي. دابا واقيلا عرفتي علاش بغيتي انت؟ باغي الطوموبيل ولا باغي الخدمة؟ نقول لك الحقيقة الحقيقة.
لا لا عرفت شنو غنزيدوك انا تكون طوب لي الدوك تعطيو خدام العباد لا راه ما نقدمش خدمه فيكم لا غادي نعطيوك سي اسي عباس غنعطيوك طوموبيل وخدمه وغنعطيوك تمره باش تهنى من السعوديه شعر رطب قصه جديده مع بخي بلوس علاش بشحال طويل غادي يفوتني الفيلم يتهناو عندي لكم بخي بلوس الجديد بفوائد افوكا والعنب يعطي الطاقه والحيويه للشعر العادي هبلس الجديد بفوائد الأفوكا والعنب شعر طب كيف النظر حلمك حقيقة كل الأماني كبرت سعيدة مع نيد وتكبر الأحلام وبصحة تكبر وياه طموح بنيئة خطوات أكيدة مع نيدو نتغدى مع نيدو تكبر الأجيال ونحقق كل الأحلام نيدو حليب تنمو معه الأجيال نيدو نباري دايما للنجاح لابريلي عرفتوها لابريلي عشقتوها كل وقت ديما هي بنينة وشهية شهيواتي لادوات حليواتي لغنات لابريلي كلو متعني لابريلي قرب الرعني لابريلي غيرك ما يعمر عيني ثانية والبير والمجاري لالالالا مالكم على هاد الحالة؟ ملي الزنقة توصلها شبكة توزيع الماء الدولة راها تعطي تسهيلات باش تدخلوا الماء لديوركم ولي 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 وقيلة بسلت عليك ايوا باركي لي يا اختي راه حتى انا غادي يكون عندي الماء في الدار راجلي راه مشى لمصلحة توزيع الماء باش نستفدو حتى حنا متسهيلات في الخلاص والبير ولا مجاري لا 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 الماء صالح للشرب اساسي للصحة استعملوه بلا ما تضيعوه راها جالسة من هي مع الحاس ديالها كتقراح واخا سيدي ما عندي ما نقول والله لا حتى انا نيت باغي نحضر معكم لهذا الدرس ديال اليوم ما تلاش الدرس العربيه كيتقل عليك لا 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 اليوم غادي يعجبني الفقح حميان هذاك وجهك على الله الفقيه افتح عزيزي بسم الله يا بسم الله درسنا اليوم علم دليل المجهول ارفق على هذا دليل المجهول قال بغيت قضى خلاص وقال للفقي برطال بانها لا زالت لم تفهمه كما ينبغي ايها سيدي معك الحق ما عرفت مالو جاني صعيب يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم اوله وكسر ما قبل اخره فتقولين في ضرب ضرب وفي فتح فتح ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره فتقولين في يضرب يضرب وفي يفتح يفتح وكذلك أكل زيد الخبز يبنى الفعل أكل للمجهول ويحذف الفاعل زيد ويرفع الخبر لأنه هو النائب عن الفاعل هو النائب عن الفاعل فيقال
أكل الخبز. أكل الخبز؟ وكذلك سينقذ رشيد الفتاة، إذ يبنى للمجهول على غرار ما ذكرناه فيصير ستنقذ الفتاة. ستنقذ الفتاة، حسن جدا. وأيضا قول الشاعر المتلبي: جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. شفت المعلم عزوز مازال ما جاش؟ نزيد نطول شوية دابا يجي. والشاهد في قوله أرى أعيد البيت: جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. حسن جدا، حسن جدا. حكيم رضوان، ايوا هاد التلميذة عندك مجتهدة. تفضل لك الفقيه. الا الطوس ديال العربية ديالك ديال اليوم الفقيه. واخا يا بلي النعاس، يا والله هاد الطوس ديال العربية فاعل ترك صنع. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. الله المتبع فريز. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. القلب الشرف كيتعلم الشطيح. أهل إيوا الحكي، دخلت عليك والله واش أنا ما عنديش غال من غيرك، ما غادي نبالي شي خلاص بهاد الخنشوش. إيوا شوف شو شحال فيك ديال الخنشوش. إيوا شوف واش طلقنا خلاص، شوف واش بغيتي تهضر بينا خلاص. إيوا خلاص أبو ناقص تحصل إلا غتحصل. والله هذي ما خلق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. والشاهد في قوله: عين مسهدة وقلب يخفق. ويقول الشاعر: فليت العيون الناظرات إلينا طمسنا اليوم طمسا. والشاهد في قوله: طمسنا، حسن جدا. وقول الشاعر المتنبي: جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. حسن جدا، حسن. واش دابا غادي نكملوا هاد المزغوبة من الحياة ولا لا؟ غادي نكملوها إلا داك الله وسعتي خاطر، يبقى على خاطر، غادي ندير لك الحسنة ديال عندك الحالة. بدمر هما يكملوا، حنا نزيدوا في الدرس شوية. يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فتقولين في ضرب ضرب. المعلم شفتك مضرك من شنيا قضيت؟ اش بغيتي؟ دوز لهاد الجهة شوية خلاص. أنا يا سيدي ماشي لديك الجهة. لهاد الجهة. أنا شو 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 شو. دابا حيت سولت عند المعلم عزوز، اليوم غادي نقدوك من هاد المتعوس. واش غتخليني نشوف ولا لا؟ واش عباد الله الدرس ديال البني المجهول كيتشاف ولا كيتسمع؟ قول لي واش كيتشاف؟ الدرس العربية كيتشاف وكيتسمع. ياك الله كيتشاف وكيتسمع. كيتشاف وكيتسمع. الله 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 الله. أحبك يا سمر.
هذا السؤال لرحمة كنت مرتدى وحيها عيشت في الأوطان دعونا والنغان في كل جنان.